مكتبة المبكر وأفريقيا الشرق تنشرك في المعرض ديال اللي تقام بمدينة هوارة، وحنا فرحانين بهذا المعرض وتنهتفوا من هذا المعرض. هو تقريب الكتاب للمواطنين وتشجيع القراءة المواطنين على القراءة والتعرف على مجموعة من الكتب الجديدة التي تتوفر على الدار. ديالنا باش نقربوا الكتاب للمواطن، هذا هو الهدف ديالنا، والطفل ترى كذلك. ابتسام الكويس، ممثلات دار النشر كتابي التوزيع والنشر بالمغرب. دار النشر تونسية اللي الاهتمام ديالها كله كينصب حول الطفل، وكما كتشوفوا ان الستاند كله عبارة عن كتب تتعلق بالطفل. مبادرة المعرض الجوي للكتاب مدينة أولاد تيمة هي واحد الفرصة حقيقية تاحت للجمهور الهواري وساكنة مدينة أولاد تيمة أنهم يتعرفوا عن قرب عن الكتاب. وتنظيم المعرض في الفضاء في وسط المدينة بالقرب من مراكز تجارية أتاح الفرصة لمجموعة للشرائح لمدينة أولاد تيمة أنها تعرف عن قرب عن هذا المعرض. اليوم جيت أنا للمعرض الجوي للكتاب باش نبحث على كتب مسرحية نظرا للاهتمام ديالي بالمسرح. صراحه لقيتها نادره جدا لولا هذه الخيمه الوحيده تقريبا اللي كان فيها كتب المسرح. كنت منهم الناشرين هم الكتاب انهم يهتموا بالكتب الفكريه والادبيه. كان واحد الزخم كبير ديال الكتب ديال الاطفال وكتب اهوال القبور وكتب كيف تنجح وكيف تصعد الى الامام والى الاعلى. في الحقيقه هذا الشيء مزيان، ولكن الاجمل هو انه تكون كتب فكريه وادبيه تنمي العقول. وشكرا. المعرض الجوي للكتاب يأتي كامتداد لملتقى الأيام الثقافية لمدينة أولاد تيمة. الحمد لله اليوم كيكون افتتاح هذا المعرض، وعلى حسب التصورات الأولية فهو لقي إقبال ونجاح من طرف المتتبع للشأن الثقافي على مستوى مدينة أولاد تيمة، وكذلك على مستوى محيط الدائرة الترابية لدائرة أولاد تيمة والمدن المجاورة كتالودان، تيت مليون، إنزكان، أكادير، حضور من تيزنيت كذلك. إذن هي فرصة للمثقف الهواري أن يجد ذاته وأن يتصالح مع الكتاب، لأن الكتاب يعتبر صديق للإنسان في حياته في وحدته إلى غير ذلك.